رغم الأحزان سنقاوم هذا سنقاوم الأحزان ونعيش الأجواء ونعيد على بعض ونسلم على بعض في الأجواء السعيدة هذه في اليوم الفطر المبارك، يوم رمضان المبارك إن شاء الله. مش فرحة ولا مش قادرة أطلع في الناس اللي رايحة وجاية، مش فرحة في قلبي من مرة، مط في قلبي. أنا ابني خدوه له اليوم 60 يوم، كيف أفرح؟ تو نام ہے خوشیوں کا اور اس تہوار کو یقیناً خوشیوں سے منانا چاہیے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں ہزاروں شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن خدا را اب اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. انسانیت کی چوکھٹ پر انسانیت کی بھیک مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو تصفیہ طلب ہونا چاہیے معاملہ، اور وہاں جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے. في غزة وفي فلسطين وفي العالم الإسلامي والعربي ما عندنا العيد. الحمد لله رب العالمين، تواجد الناس شيء بيفرح القلوب، بيسعد القلوب انك تلاقي المسجد الأقصى عامر بالشكل هذا، هذا اللي بيسعدنا في الوضع اللي احنا فيه. التقوا للمسلمين